بنات، بس قبل أبلش بقول لكم في وايد أشياء رجعت في البوتيك، هذا شيء اليوم بجربه. anyway تذكرون الأوفرا هذا اللي كان مخلص؟ رجعت طلبت لي منه البلشر اللي أقول لكم أحبه والأورنج. المهم رجعت وفر، والمسكرة همّن ما شاء الله جمعت لي 4. أحب الإسفنجة علشان لا تكتم، أنا الفرشة تكتم تحت عيني. قبل لا أحط الباودر اللوس باودر على الوجه، هذا الكونتور هترك، يعني شوفوا هذا أغمج مثلا من هذاك اللون، أنا أحب هاللون. حطيت اللي يثبت الجلتر هني بس. شو رأيكم الألوان، حبيتوها؟ الحين بنكمل المسكر، هذه المسكرة اللي أحبها. إيه ما فيها وايد، لحظة شو بنات، عادي حطوها على حواجبكم ما تأثر. لوريال من باريس، أنا أحب أمسكر قبل ألون تحت عيني. عقب ما تمسكرون بنات تلزقون كذي طرف الرمش بس من ورا. انزين الحين راح نشتغل هني، بس راح نحط لون واحد اللي هي الدرجة اللي بالنص، مو اللي فوق، اللي بالنص. انت خيال انت. هذه العلبة حسافة ما ادري عنها من زمان، هالجري حق السموكي والجلتر، وهالباليت هم شوي هالجري، وهاللون استخدمنا شنو بعد استخدمنا، بس هاللون وهاللون، هاللونين حق تحت العين تحت الحاجب سوري، وهذا بالدمج همن قلنا يمشي، يعني هالبلتين زينين حق السموكي مع الجلتر تحت العين، بس اللي هي الدرجة اللي قلت لكم عنها. الله ما قعدت لغوص، عادي كل شيء يتنظف، بس كثر ما ترى مديته وشوي شدو وبلون صح ترى عينكم تكبر. هالايلاينر خطير، سواده وايد اسود، انا بس بحدد بنات من بيبيلين ذاتس واي زين. شوفوا مثلا هني سواده نار. لا 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 بسوي لكم شيء، ايش رايكم؟